أهلا بكم. على مدار ما يربو على 7 أشهر منذ أن شنت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، كان الموقف الأمريكي على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي يتغير شيئا فشيئا، وصولا إلى تلك اللحظة التي تصور الأمريكيون معها أنها كانت ذروة إبداء الامتعاض والاعتراض على السلوك الأمريكي الذي بدا داعما لإسرائيل في حربها التي تشنها على قطاع غزة على مدار 7 أشهر تقريبا، عندما أضرم طيار أمريكي يدعى أرون بوشنر النار في نفسه وقضى على إثر تلك الواقعة. لكن أحدا لم يكن يتصور أن الأسابيع ستمر تباعا على تلك الحرب وعلى مستوى ردات الفعل، فتتحول معها الجامعات الأمريكية إلى مسرح لإظهار الاعتراض والامتعاض وربما بدء إضرابات لم تكن إدارات تلك الجامعات تتصورها، ومن قبل ذلك لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية بأكملها تتصور أن يوما سيأتي تظهر فيه الجامعات الأمريكية باختلاف توجهاتها وباختلاف تصنيفاتها وباختلاف المنتسبين إليها تظهر هذا القدر الكبير من الاعتراض والاحتجاج على آلة الحرب الإسرائيلية التي تبيد في شعب أعزل في قطاع غزة. وربما لم تكن أيضا تتصور الإدارة الأمريكية التي باتت على مقربة من أيامها الأخيرة أن تعيش تلك الأجواء. من بعد كل ذلك يعيش الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن أزمة مركبة على ما تبدو حتى من جانب أنصاره. قطاع الاقتصاد يعاني من حالة ضبابية، أزمات متتالية في مشكلات الطاقة، في حجم الدعم الأمريكي الذي لا يزال يقدم وبسخاء لأوكرانيا، فضلا عن ذلك الدعم المتوازي الذي يقدم بالتبعية أيضا للحكومة الإسرائيلية، مع أزمات أخرى باتت مرتبطة بالنظر إلى سلوك الرئيس الأمريكي وإدارته في التعامل مع موجة الاحتجاج هذه. ما الذي فتحته هذه الأزمة على الرئيس الأمريكي الذي ينظر إلى أيامه هذه باعتبارها أيام الاختبارات والامتحانات الصعبة قبل خوض غمار الانتخابات أمام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؟ رفض أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي إذن اقتراحا مقدما من رئيس مجلس النواب مايك جونسون باستدعاء الحرس الوطني إلى حرم الجامعات لمحاولة السيطرة على الاحتجاجات المتزايدة ضد الحرب في غزة وضد السلوك الأمريكي الداعم لإسرائيل. هذه المرة كان السيناتور الجمهوري جي دي فانس يندد بتصريحات جونسون موضحا أن استدعاء الشرطة للسيطرة على التظاهرات يعتبر كافيا. في المقابل قال السيناتور الديمقراطي تيم كين إن إرسال الحرس الوطني إلى الحرم الجامعي من شأنه أن يثير ذكريات مؤلمة للحقبة العنيفة للاحتجاجات في الحرم الجامعي ضد حرب فيتنام، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تأجيج الأزمة الراهنة وفق تعبيره. بدورها أشارت صحيفة واشنطن بوست أنه من المقرر أن يعود كل من الرئيس السابق دونالد ترامب ومنافسه الرئيس الحالي جو بايدن إلى مسار الحملة الانتخابية الأخذة في الاحتدام خلال الأسبوع الجاري. قالت الصحيفة إنه من المقرر أن ينظم ترامب مسيرات في ولايتي ويسكونسن وميشيغان بعد غد الأربعاء، وهو يوم عطلة من محاكمته في نيويورك في القضية المعروفة إعلاميا بأموال الصمت، كما سينظم لقاء آخر مع مناصريه في ولاية نيوجيرسي يوم السبت المقبل. أما الرئيس جو بايدن فقد أعلن أنه سيلتقي حشدا من أنصاره يوم غد في ولايته ديلاوير. يذكر أن هذه الولايات قد شهدت عدة تظاهرات مناهضة لبايدن على مدار الأشهر الماضية، إذ احتشد الآلاف أمام منزله الرئاسي مطالبين الرئيس الأمريكي بتغيير نمط سياساته تجاه دعم إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة. من نيويورك ياسر نور الدين سيرسم صورة حول ما يجري في الجامعات الأمريكية وتحديدا في جامعة كولومبيا التي منها انطلقت الشرارة الأولى لهذه الاحتجاجات. ياسر، كيف كانت الصورة على ضوء البيان الذي أصدرته الجامعة بأنه عند الثانية ظهرا سيتعين على الطلاب أن يفضوا اعتصامهم؟ انقضت الثانية ظهرا على ما يبدو، كيف بدت الصورة؟ بداية تحياتي لك أحمد وللسادة المشاهدين. بالفعل أقف الآن في الحرم الجامعي لجامعة كولومبيا. الصورة بدأت في انتظار كل وسائل الإعلام ما سيسفر عنه الانتهاء من الساعة الثانية، ولكن لم يحدث شيء. الطلاب أكثر من 200 طالب داخل الخيام يغنون ويترقصون وينددون بالإسرائيلي، ثم بعد ذلك
كان جميع الطلاب تقريبا أكثر من 90% من الطلاب الموجودون في الجامعة أحمد قاموا بالسير في دوائر كبيرة تلف الحرم الجامعي ويقومون بالتنديد بالعدوان الإسرائيلي، وأيضا يقولون لرئيسة الجامعة أنها سوف يعني ترضخ لمطالبهم. أيضا منذ ساعة تقريبا كان هناك بيان للطلبة، الطلبة تحدثوا في هذا البيان لوسائل الإعلام أنهم مستمرون في اعتصامهم طالما أن الجامعة لم تقم بدورها من خلال سحب الاستثمارات مع إسرائيل. كانت مينوش شفيق أحمد صباح اليوم كانت تحدثت وسائل الإعلام أنها بالفعل سوف تقوم بفض هذا الاعتصام في تمام الساعة الثانية، ولكنها أكدت أن الاستثمارات ما زالت مستمرة مع إسرائيل. وأيضا تحدثت في هذا الجانب أنها سوف تناقش مع لجنة خاصة مطالب الطلاب وإعطائهم حرية كاملة في التظاهر والتعبير عن آرائهم. أما من المهم أيضا أحمد أن أرصد لك أنني قد تحدثت مع أحد المنظمين من الطلاب وأكد لي أنه ربما سوف يصعد الطلاب من اعتصامهم اليوم. كيف يكون هذا التصعيد؟ لم يريد أن يجيبني الطالب، ولكن أيضا أريد أن أؤكد أن قوات كبيرة من الشرطة، شرطة نيويورك، تقف خارج محيط الجامعة تنتظر الإذن ربما، ولكن دخول الشرطة سوف يكون له عامل كبير. هكذا تحدث الطالب وقال يعني بالأحرف أنها قد تكون مجزرة إذا ما دخلت الشرطة، خاصة أنه هناك عدد كبير بالآلاف الآن يتظاهرون. في خلفي ترى العلم الإسرائيلي، هذا الشاب اليهودي قد قام برفع هذا العلم في التظاهرة استفزازا للطلبة. هذا ما جعل المتظاهرين الداعمين لغزة أحمد يقومون أيضا برفع علم على الجانب الآخر الفلسطيني. ما زالت الأحداث مستمرة، لا أحد يدري كيف سوف تسير الأمور. الشرطة على أهبة الاستعداد، هناك طائرتان على الأقل، هليكوبتر في أيضا في سماء الحرم الجامعي، وأيضا هناك طائرة درون على الأقل أيضا ترصد التحركات. طيب ياسر، إذا كانت الجماعة كانت قد وضعت موعدا عند الثانية ظهرا على الطلبة أن يلتزموا بإنهاء إضرابهم أو اعتصامهم داخل حرم جامعة كولومبيا، أتت الثانية ظهرا ولم يبدو أن شيئا تغير كما نقلت لنا الصورة، هل هناك ردة فعل؟ هل هناك بيان آخر صدر عن إدارة الجامعة تقول أو تشير فيه إلى نيتها في الخطوة التالية؟ أحمد سأزيدك من الشعر بيتا. إدارة الجامعة بالفعل أصدرت بيان، ولكن في الصباح اليوم، وقالت بأن الطلبة المنظمين لهذه أو لهذا الاعتصام قد وقعوا على بيان أو على اتفاق أن يتم التزامهم بكل قواعد الجامعة حتى يونيو من العام القادم 2025، ولكن هذا يعني هذا الأمر لم يحدث. يعني الاتفاقات في الغرف المغلقة شيء، والاعتصام، وأيضا أريد أن أؤكد على نقطة غاية في الأهمية وقد تظهرها الصورة من خلفي أيضا أحمد، المعتصمون ليسوا فقط من العرب، ليسوا فقط من المسلمين، ولكن كل الفئات، حتى أنه من العجيب أن منهم أيضا طلب ديانتهم اليهودية ويتظاهرون ضد ما تقوم به إسرائيل من إبادة. هذه نقطة غاية في الأهمية، وتشاهد أيضا من خلال الفيديوهات التي قد أرسلتها إلى قناة القاهرة الإخبارية لتوضح أن الوجوه ويعني ارتسمت عليها دول متعددة، منهم الأبيض ومنهم ما غير ذلك، لكن الجميع اتفق على كلمة واحدة أنهم لن يبرحوا هذا المكان إلا بعد أن ترضخ الجامعة وتسحب الاستثمارات. هذه نقطة مفصلية بالنسبة للطلبة. كان أيضا منذ يومين تقريبا أحد المنظمين لهذه أو هذا الاعتصام أحمد، هذا الشاب قد منعته الجامعة من دخول الحرم الجامعي، لم يتبين حتى الآن هذا المنع هو فصل أو هو فقط استبعاد. كان هذا الطالب قد تحدث
بعبارات عن الصهيونية. كان له فيديو خاص في يناير. نعم، الجامعة قالت بأنها تحض على العنف، وهذا ما جعلها يعني تقوم بإبعاده خارج الجامعة. ياسر نور الدين مراسلنا من داخل الحرم الجامعي في جامعة كولومبيا، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا على الهواء مباشرة. قالت نائبة الرئيس كامالا هاريس إن أصدقاء الرئيس السابق دونالد ترامب في الكونغرس يحاولون تمرير قانون يحظر الإجهاض في كل الولايات المتحدة. أضافت هاريس في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس إنه لا يمكن أن يفوز ترامب بولاية رئاسية ثانية، لأنه إذا أتيحت له الفرصة فسيوقع على قانون يحظر من خلاله الإجهاض ما يشكل الخطر على الديمقراطية والحريات وفق تعبيرها. انتقد السناتور الجمهوري عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس جون كورنن سياسة إدارة الرئيس جو بايدن فيما يخص التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، وقال في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس إن بايدن كان قد وعد باتخاذ خطوات ملموسة بشأن مشروع قانون ضبط الحدود الأمريكية، لكنه في حقيقة الأمر لم يقم بفعل أي شيء في هذا الإطار حتى الآن. تتوالى إذن الأزمات التي تواجهها الإدارة الأمريكية والتوترات التي تأتي يوما بعد الآخر. قبل قليل أعلن طلاب جامعة كولومبيا عن فشل المحادثات مع إدارة جامعتهم لفض الاعتصام الذي ضرب داخل الحرم الجامعي والممتد منذ نحو أسبوعين تقريبا. الاحتجاجات التي تشهدها الإدارة الأمريكية بدأت في الاتساع داخل الجامعات الأمريكية بل وربما خارجها كذلك. مع تصاعد وتيرة التظاهرات الطلابية بدأت موجة تظاهرات أخرى هذه المرة خارج مقار الجامعات الأمريكية لعدد من اليهود والمناصرين للحرب على قطاع غزة. فهل ستشهد الولايات المتحدة والإدارة الحالية موجة من الاستقالات التي بدأت بالفعل لقدر من العاملين فيها، وذلك أيضا اعتراضا على سياسة الإدارة الأمريكية في دعم المجازر الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني؟ الأمر الذي يوضح أيضا وفق الكثيرين أن الأصوات المناهضة لسياسة بايدن ربما بدأت تخرج عن سيطرته. مع تواصل الحركة الطلابية في الولايات المتحدة التي تطالب بوقف الحرب على غزة، بدأ تأثيرها يمتد إلى خارج أمريكا، وتتسع رقعتها لتشمل جامعات رائدة في أوروبا وكندا وحتى أستراليا. ونظم طلاب جامعة ماكجيل إحدى أعرق الجامعات الكندية تظاهرة منددة بالاحتلال الإسرائيلي لغزة، مطالبين بإنهاء استثمارات الجامعة المالية في الشركات التي تدعم العدوان الإسرائيلي. ورفعت طلبة لافتات تقول إنهم لن يسمحوا لجامعاتهم بأن تكون شريكة في عملية الإبادة الجماعية للفلسطينيين، مطالبين الحكومة الكندية بدعم الشعب الفلسطيني والتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة. المشهد ذاته تكرر في عدد من الجامعات الفرنسية، فقد أغلق طلاب جامعة سيانس بو في العاصمة الفرنسية باريس مداخل الجامعة، مطالبين إدارة الجامعة بإدانة الممارسات الإسرائيلية، كما توافد نواب من حركة فرنسا الأبية بهدف حماية الطلاب من أي اعتقالات من السلطات الفرنسية. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
أصدرت بياناً أعربت فيه عن قلقها إذا اعتقالات الطلاب خلال المظاهرات الداعمة لفلسطين في الجامعات الأمريكية. وعبر متحدث مفوضية حقوق الإنسان جيرمي لورنس عن قلقه إزاء التعاملات شديدة القسوة من قبل رجال الشرطة تجاه المتظاهرين. موجة الاحتجاجات لم تقف عند حدود الجامعات فقط، فقد شهدت الإدارة الأمريكية موجة أخرى من الاستقالات المعارضة لسياسة الرئيس بايدن تجاه إسرائيل، وسجلت وزارة الخارجية الأمريكية النصيب الأكبر بعدد الاستقالات بعد أن أعلن 3 من العاملين بالوزارة استقالاتهم من مناصبهم بسبب معارضتهم لسياسة واشنطن المتعلقة بحرب غزة. كانت آخرهم المتحدثة الإقليمية هالاري ريت التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها لن تستطيع الاستمرار في الإدارة الأمريكية وأنها تشارك في إبادة الأطفال والناس في غزة. وفي نوفمبر وقع أكثر من 1000 مسؤول في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التابعة لخارجية واشنطن على رسالة مفتوحة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. الأصوات المناهضة لسياسة بايدن ما زالت تتعالى يوماً تلو الآخر، وعلى الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي بمساندته التعبير عن حرية الرأي، إلا أنه على أرض الواقع لم تتخذ إدارته أي خطوات للاستماع إلى الشارع المتأجج أو إدارته المعارضة في وقت قد تكون هذه المظاهرات القشة الحاسمة قبل الانتخابات الرئاسية. من ولاية أيوا ينضم إلينا نعمان أبو عيسى عضو الحزب الديمقراطي. سيد أبو عيسى أهلا وسهلا بك. لماذا تبدو خارطة التظاهرات التي تتسع شيئا فشيئا في جامعات أمريكية مختلفة تمثل هذا القدر من القلق على الإدارة الأمريكية الحالية؟ هذا القلق هو يعبر عن الفرق بين موقف القيادة الأمريكية الرئاسة الأمريكية وموقف الشعب الأمريكي. فمعظم الشعب الأمريكي يريد وقف إطلاق النار ويريد فضح إسرائيل في استمرار المجازر لمدة أكثر من 6 أشهر ونصف، وهذا القلق يعبر عن أنهم سينفضحوا، وهذه السردية التي كانوا يقولون أن إسرائيل هي الفيكتم أو هي الضحية، إنها لن تعود هي الضحية وأن أطفال قطاع غزة هم الضحايا. فإن الطلاب يعبروا عن يعني وجهة نظر الشباب في أمريكا، والشباب بشكل عام أكثر من عامة المجتمع الأمريكي تطرفا في الوقوف ضد المجازر في قطاع غزة. لكن هو ما يفترض في أي إدارة ديمقراطية في تقاليد الحزب الديمقراطي وتحديدا فيما يعرف بجناح اليسار التقدمي أنه أكثر إيمانا بالحريات والديمقراطية وحق الناس في التعبير عن آرائهم مهما بلغت من مستويات شطط أو غلو بين قوسين، لكنها في هذه المرة يبدو أنها ضاقت ذرعا سريعا بمبادئ الحريات والديمقراطية داخل الجامعات الأمريكية، ليس كذلك؟ يعني الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي يقف جنبا الى جنب مع الطلاب المتظاهرين والذي تزداد اعدادهم يوما بعد يوم، وان الحكومه العراقيه يعني رئيس بايدن يجب ان يغير موقفه من هذه الحرب، وهذا ما يريده الشباب في امريكا. فان هذا الدعم الاعمى وبالمال والعتاد لإسرائيل ليس من صالح أمريكا، وهو يؤثر على يعني صورة أمريكا في داخلها وخارجها في العالم أيضا. ويريد الشباب كفى مجازر وكفى دماء، لأن أمريكا تدعم إسرائيل، وهذا الدعم يأتي على حساب الأمريكان أنفسهم. فالأمريكان على سبيل المثال ليس لديهم ضمان صحي، والإسرائيليين لهم ضمان صحي، وأمريكا تبعث لهم 26 بليون دولار بعد ما وافق عليها الكونغرس والرئيس. وقبل ذلك حتى كان هناك نية لتجاوز الموافقة، موافقة المشرعين، في سبيل إرسال مزيد من الأسلحة لإسرائيل. سيد نعمان، هو يعني بمعايير الربح والخسارة، لأنه في النهاية الولايات المتحدة ليست جمعية خيرية، ولا الإدارة إدارة الرئيس جو بايدن هم نشطاء في العمل الإغاثي مثلا، أي الفريقين يبدو أكثر مقبولية للربح بالنسبة لبايدن؟ الاستماع إلى صوت المتظاهرين في الجامعات ولأصوات أولئك الذين بدأوا في الاستقالة من مستويات مختلفة في الإدارة،
الديمقراطية أم الاستماع إلى اللوبي اليهودي داخل الولايات المتحدة، وهو لوبي وازن للغاية في نظر أي رئيس أمريكي، خصوصا إذا كان سيخوض انتخابات وشيكة؟ يعني ستحدد الانتخابات الأمريكية فيما ما نقول عنه هنا في أمريكا الولايات المتأرجحة، فيوجد بعض الولايات فهي جمهورية وبعض الولايات ديمقراطية بشكل يعني مجزوم، ولكن هذه الولايات المتأرجحة يوجد 7 منها في أمريكا، وهي التي ستحدد نتائج الانتخابات القابلة في نوفمبر. فإن اللوبي الصهيوني قد خسر في بعض الانتخابات الماضية، ونتوقع أنه سيخسر للطلاب، فإن الطلاب يؤثروا بشكل كبير على الانتخابات القادمة، ويعني يضعوا استراتيجية لعدم دعم الرئيس بايدن إذا ما استمر في دعمه لهذه الحرب، فإن هؤلاء الطلاب تتوسع أعدادهم ورقعة تمثيلهم في كل أنحاء أمريكا، وخاصة في الولايات المتأرجحة، فإن الرئيس بايدن يجب عليه أن يستمع إليهم ويغير بعض المواقف لينجح في هذه الانتخابات. أنا أظن أن اللوبي الصهيوني له أمواله وله طرقاته، ولكنه ينفضح يوما بعد يوم لتأييده الأعمى لإسرائيل، وهذا التأييد الأعمى ليس يعني ممثل شعبيا في أمريكا، فغالبية الشعب الأمريكي تريد فضح ما يجري الآن، وقد يعني. لكن إذا كان هذا هو النظر لإدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن بكل المآخذ التي ترصد عليه في هذا الإطار، فإنه إذا ما أراد البعض معاقبة جو بايدن في الانتخابات المقبلة، فالذهاب إلى دونالد ترامب قد يكون كالمستغيث من الرمضاء بالناري، أليس كذلك؟ نعم، يعني ذلك صحيح، أن ممكن أن يكون لصالح الرئيس ترامب، ولكن يعني ضمير بعض الطلاب لا يستطيع أن يصوتوا لرئيس قد ارتكب مجازر أو ساعد في ارتكاب هذه المجازر، وهذا هي يعني سؤال محير طبعا للشباب، ويوجد يعني هناك بعض الشباب سيقولون أننا سنصوت للأقل يعني سوءا في هذه الانتخابات، ولكن بعض الاشخاص مبدئيين لن يصوتوا لرئيس بايدن، وسيؤثر هذا على الرئيس بايدن اذا ما غير طريقته في استمرار في الدعم الاعمى لاسرائيل، لان بعض الموظفين ايضا في وزاره الخارجيه بداوا يستقيلوا، وهذا يشكل يعني ضغط داخلي من الحكومة الأمريكية على الرئيس بايدن. سيد أبو عيسى، هناك من يقول ربما مقللا من شأن هذه التظاهرات داخل الولايات المتحدة بأن هذا تعاطف نخبوي، هذا تعاطف فوقي إلى حد ما، أولئك المتعاطفين مع الشعب الفلسطيني ومع حقهم المهضوم على مدار 7 عقود ونيف، كشأن المتضامنين أو المتعاطفين مثلا مع حياة الكائنات البحرية مثلا، والمتضامنين مع قضايا البيئة وما إلى ذلك، وبالتالي في حقيقة الأمر هؤلاء لا يشكلوا خطرا حقيقيا على مستقبل الرئيس الأمريكي أيا يكن. لا أوافق هذا الرأي، إن قضية فلسطين قضية محورية وقضية إنسانية عميقة جدا في المجتمع الأمريكي، لها تأثيرها المتعدد الأبعاد، وهذا يعني هذا التعدد والتأثير الكبير نراه يوما بعد يوم بزيادة اتساع رقعة الحركة، وحاولت قيادات الجامعات أن تكبح الطلاب، وكان تأثير معاكس لهذا الكبح، لأن كلما أتت الشرطة للضغط على هؤلاء الطلاب كلما زاد صوتهم وزاد نفوذهم، فإن الأمر ليس بالأمر البسيط، لأن كما ذكرت يعني هذه الخلاف عمره 7 عقود، والمجتمع الأمريكي يعلم ذلك ويراقب بشكل يعني مستمر لهذا الأمر. في الماضي كان يخاف من تسميته بمعاداة السامية، ولكن الآن خرج الموضوع عن معاداة السامية، وهناك الكثير من اليهود الذين يساهمون في المشاركة في الضغط على الحكومة الأمريكية. سيد أبو عيسى، في حقبة دونالد ترامب كان من بين المآسي التي عاشها في خواتيم حقبته واقعة جورج فلويد، وهذه الواقعة التي جرى استغلالها على نحو أمثل بالنسبة للحزب الديمقراطي وأنصاره، ونشأت من بعد ذلك الزخم الكبير لحركة حياة السود مهمة. هل ثمة وجه من أوجه التشابه بين ما يجري الآن في الجامعات وربما حتى خارج الجامعات الأمريكية وبين واقعة جورج فلويد؟
نعم، هناك تشابه كبير بين يعني ما جرى في من ناحية الحقوق السود، سكان السود في أمريكا، وأيضا هناك تشابه كبير فيما حدث في معاداة نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا. فإن معاداة نظام الأبارتايد بدأت من الجامعات واستمرت إلى فترة حتى غيرت الحكومة الأمريكية موقفها من نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، واعترفت بحقوق السود في جنوب أفريقيا أن يكونوا هم الحاكمين في تلك البلد. ولكن هذا الأمر سيأخذ عدة سنوات، وهذا ما يعول عليه الطلاب، فإنهم يستمرون في مطالبهم لفضح تورط الجامعات في دعم الشركات التي تتعامل مع إسرائيل، ويريدون مقاطعة إسرائيل وتحجيم إسرائيل في نظر أنها هي الدولة المثالية والدولة الديمقراطية، وإنما هي دولة إجرامية تعمل على قتل الأطفال. إذا كان هناك تأثير حقيقي على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، فهل سيأتي التأثير من واقع التظاهرات الكبيرة في الجامعات الأمريكية، أم سيأتي ربما من استشعار الخطر بأن هناك عددا من أعضاء الإدارة الأمريكية في الخارجية وفي غيرها من الوزارات بدأوا في تقديم استقالاتهم اعتراضا على موقف الإدارة الأمريكية؟ أي المسارين يشكل ضغطا أكبر على جو بايدن؟ يعني المسارين يتوافقوا مع بعضهم البعض ويؤثروا على بعضهم البعض، فإن الاستقالات تعبر عن اشمئزاز الموظفين عن ما يجري الذين يعلموا من الداخل، ولكن ليس هناك أسرار بعد الآن، فإن ما يجري هو وضع الشمس، فإن الكاميرات تصور الأطفال وهم يموتون، والقنابل وهي تنزل، و السكان وهم يجوعون ويعطشون ويموتون جوعا، فإن هذه الأمور يعني أصبحت واضحة للشباب الأمريكي، وهم يشكلون شريحة مهمة في الانتخابات الأمريكية، فلهم صوتهم الكبير في الانتخابات، وسيؤثر هذا الصوت على إما أن لا يدعموا الرئيس بايدن أو يتوقف عن الانتخابات نهائيا. نعم. وهذا شيء مضر للرئيس بايدن. وفي إحدى المناسبات في المجمعات الانتخابية كان هناك الذين تحدثوا عن أنهم لن يكونوا ملتزمين بالتصويت لمرشح الحزب الديمقراطي من أيوة. نعمان أبو عيسى عضو الحزب الديمقراطي، كنت معنا على الهواء مباشرة، أشكرك شكرا جزيلا. شكرا لكم. نعود ونلتقي بعد دقائق بحول الله.